محمد عبد القادر محمد خليفة، الباحث في الدراسات العليا والحاصل على دبلوم القانون العام، ويدرس حاليا بدبلوم العلوم الاقتصادية والمالية، والموظف بوزارة الصحة والسكان منذ عام 87، أي 30 عاما في الخلف العمل الحكومي في وزارة الصحة. ولكن كنت من زمان أعد نفسي إعدادا علميا لكي أترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فتوجهت عام 2012 لكي أحصل على التعليم العالي، فتوجهت إلى التعليم المفتوح، فحصلت على لسانس الحقوق عام 2016، ثم حصلت على دبلوم القانون العام سنة 2017، والآن حاليا أدرس في دبلومة العلوم الاقتصادية لكي تنطبق عليها شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. ومن أجل أن تتقدم مصر ولي برنامج لابد من أن أجل تقدم مصر لابد من تنفيذه على أرض الواقع. برنامج سياسي قائم على الحرية والعدالة، المساواة بين جميع أطراف وطوائف وفئات الشعب المصري على قدم المساواة. برنامج اقتصادي تنموي، برنامج اقتصادي تقدمي، القضاء على الفساد والبيروقراطية، النهوض بالتعليم والبحث العلمي في جميع مراحله، النهوض بالصحة أيضا، القضاء على البطالة نهائيا، حل مشكلة المواصلات والطرق، البيئة النظيفة، وذلك من خلال التخلص من النفايات بالطرق العلمية الحديثة. والبرنامج العاشر وهو أكثر تقدما، وحينما تتقدم البلاد ويتم توحيدها أقوم بالإفساح عن هذا البرنامج وتنفيذه، وحينما تقبل أورائي كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية بإذن الله سوف أتم شرح برامجي شرحا تنظيميا تفصيليا على أرض الواقع.